مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أحداث محزنة وصعبة، ولكنه صبر عليها لأنه كان واثقا من نصر الله تعالى. واستمرت هذه الأحداث حتى جاء موسم الحج، وفيه وقع حدث مبارك بسببه ازدادت الدعوة الإسلامية انتشارا. فما تلك الأحداث؟ هيا معا لنتابع. اشتد أذى الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته أم المؤمنين خديجة. فتوجه النبي إلى الطائف لعله يجد من يؤمن به وينصره. لم يستمع أهل الطائف للرسول صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا به وجعلوا صبيانهم وعبيدهم يشتمونه ويرمونه بالحجارة حتى جرحت قدماه. وأثناء عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عرض جبريل عليه أن يدمر أهل مكة، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي موسم الحج حدث شيء مهم. ما يقوله محمد يؤكد ما يردده اليهود عندنا في يثرب من أن نبيا سيظهر في هذا الزمان. إذن محمد هو نبي الله. عندما نعود سنبشر قومنا به. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى يثرب ليتلو عليهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم، فأسلم كثير من أهلها. لقد قوي نفوذ محمد وأتباعه بعد أن تحالف معه أهل يثرب.